دونك السلام عليكم. اليوم راح نديرو سلسلة مواقع في دقائق. اليوم عندي موقع اكزاستيس جافا سكريبت. هذا الموقع سبيسيالي واحد بدا جافا سكريبت وحاب يمتحن المعلومات تاعو، القدرة تاعو، معرفة تاعو في الجافا سكريبت. اوكي، تسمى لازم تشوف ان توتوريال في الجافا سكريبت، ومن بعد تجي للسيت هذا باش تشوف ليزيكزارسيس اللي كاين وتجاوب على ليزيكزارسيس هذا. واش كاين في السيت هذا؟ كاين كاستيونار شو مولتيبل، سي سيرمون كاستيونار، دي كاستيون افيك ان شو مولتيبل. فوالا، تقولي مثلا انا حبيت ندير الكود، علاش ندير دي كاستيون اشو مولتيبل. بون، انت مثلا اذا حبيت ندير ان ستاج ولا دير ان انترتيا ولا ان انترفيو، لازم تعرف لا تيوريك جافا سكريبت. دونك الاسئله كيما هذه تقدر تساعدك باش انت تكتسب معلومات كي دير انترتيا. هذا ما تكونش عندك دي بروبليم، تكون راح تعرف لا تيوريك تاع جافا سكريبت ولا براتيك تاعو تاني. اوكي. كاين تانيك ليكاسيون هذيك، مثلا لازم فوالا دير الإجابة الصحيحة للسؤال تاعك. مثلا هذا هو السؤال، لازم دروب ان داون الإجابة هذيك كما هكذا. اوكي، هذا النوع الثاني من الأسئلة اللي كاين. نوع ثالث هي انك تكتب كود فوالا كما هذا. مثلا قالك ديكلاري انيشاليزين فاريال، ديكلاري ان فاريال ان et assigner-lui une valeur numérique, c'est-à-dire un nombre, par exemple 42. OK. Var, bon, maintenant je l'ai ici, je vais dire ici maintenant. Voilà. Voilà. Voilà, قالك هنا félicitations, vous avez réussi cet exercice. اوكي، هذا هو النوع الثاني من الاسئله اللي كاين. مثلا تروح مثلا لهنا، مثلا يزوج لي طابلو وعندك لي كاسيون هادي بيان سور. بون فوالا، مثلا اذا ما عرفتش انت الاجابه للسؤال هذا، كاين هنا لا سوليسيون. فوالا سوليسيون، اوكي فوالا، تعطيك لا سوليسيون بكل الطرق الممكنه، بكل الطرق الممكنه. بو، هذا هو الجزء الاول تاع جافا سكريبت، لازم تعرفه، هو ليسونسيال تاع جافا سكريبت، لي فوندامونتال تاع جافا سكريبت. ومن بعد راح دير جافا سكريبت دوم. فوالا جافا سكريبت دوم. بون، واش معناتها دوم؟ معناتها دوكومنت اوبجكت موديل. اوكي، يعني الحوايج اللي تقدر دير انتر اكسيون مع الاش تي ام ال تاعك. اوكي، بون، سي لا ميم شوز، عندي ديكاسيون شو ملتيبل، ليكاسيون هذي تاع بلاصه الاجابه تاعك و تاع تكتب الكود. اوكي، راح يعطي لك السؤال، سؤال هنا راح يعطي لك، هنا لازم تكتب الكود تاعك، هنا يعطيك الاوتبوت. اوكي فوالا، اذا ما عرفش الاجابه تاعك هنا اكزيكوتي بيان سور. اذا ما تعرفش الاجابه تقدر دير هنا فوالا فوالا سوليسيون. كاين ثالث ثالث حاجه ونيكسنس، سي ان جو. اوكي فوالا، كيما هذا بار اكزومبل. فوالا، هنا تكتب الاجابه تاعك. اوكي، هنا قالك بيرمي داجوتي ان اليميو اوسيان دان اوتر. اوكي، تكتب الاجابه تاعك هنا. اوكي، بيرمي دو سوبريمي ان اتريبي، هنا تاع الدوم. اوكي، مثلا كيما هذا، مثلا ديفر هنا كاين موكروازي. اوكي، اوكي، من الالعاب القديمه اللي كاين في الجرائد تاعنا. اوكي، عاد شوف هذا، هادي كاين بزاف في الجرائد تاعنا. اوكي، هنا قالك اوريزونتال نومبر، هنا مثلا سي تا نومبر دو كاركتر. اوكي، جو بونس لينك. اوكي، savoir هنا مثلا فيرتيكال، تراز فيرتيكال، تراز فيرتيكال، تسمى راح تبحث على تراز فيرتيكال. اوكي، هنا اوكي قالك savoir il s'agit d'un nombre ou non to is a number. جو سي بو، مثلا دير هنا سوليسيو، راح تشوف لا سوليسيو تاعك. بو is not، فوالا is not، صح is not، is not not a number، is not a number. اوكي فوالا، هذا هو السيت تاعك، السيت تاعنا. كاين مجموعة من الأسئلة، كاين جافا سكريبت ليسونسيال تاعو، كاين جافا سكريبت دوم مع بأربع أنواع من الأسئلة، كاسيو شو مولتيبل، كاسيو تاع تبلاصي هذاك، اللي كاسيو تكتب الكود تشوف إذا الكود صحيح ولا لا، الكود تاعك صحيح ولا لا. أوكي فوالا، مع تاني كاين الألعاب هذي تاع المو كروازي. أوكي بون، هذا واش عندي لحد اليوم.
يعني استا موقع بسيط، اوكي تشوف برك المعلومات تاعك في الجافا سكريبت، يعني تقدر تخلص هذا في يومين وهذا تاني في يومين، يعني يعني موديليزي شوية وار، ممكن تحتاج بك دير لا ريشيرش اذا ما حبيت تشوف ديك الاجابة، اذا حبيت تعاتب روحك شوية. اوكي فوالا بون، سيت بوك بسيط، اذا حبيت مثلا في وقت الفراغ تاعك راح تدير بعض الاشياء اذا تكون اذا تعرف ولا لا. اوكي بو، انا لست هذه يساعدوني، مثلا يساعدوني على التذكر، مثلا اذا درت لي مو كروازي هذا ولا لي مو مثلا هذا درتهم انا، ومن بعد كي مثلا ندير ان بروجي في الجافا سكريبت، كي حبيت ندير حاجه ما نروحش نكتب الفونكسيون تاع لا فونكسيون تاعك، خاطر بما انني بارتيزيت على هذه نعرف في كاين فونكسيون بري ديفيني في الجافا سكريبت دير هذيك الحاجه. اوكي سورتو في لي زوبجي لي طابلو لي سترينغ. اوكي فوالا، هذا واش عندي لهذا اليوم. شنو نقول لكم في النهايه؟ سلام.